القواعد، نتكلم بقى دلوقتي عن القواعد اللي انت يعني شويه شويه رولز كده. الموضوع مش صعب، ولكن بس في بعض المعلومات اللي انت محتاج تعرفها علشان يبقى بالنسبه لك البرنامج بتاعنا اللي احنا فاتحينه ده، الدبلومه بتاعتنا سلسه وسهله، وتبقى عارف كمان ازاي بتحل الامتحان. لو في اكسرسايز شيت بتعرف تحله ازاي، وايه البيزز اللي احنا بنمشي عليها. اول حاجه الدبلومه زي ما قلنا بتقسم لعده مستويات متكامله ومتدرجه، بتراعي مستوى الخبره والتخصص، وهو ده الفلوسفي اللي احنا ابتدينا بقى لنا حوالي سنتين نمشي على اساسها. والحمد لله يعني عملنا انجاز كبير جدا جدا مع مهندسين كتير جدا جدا، وده كانت بصراحه هي الثمره بتاعتنا للبرامج اللي احنا بنفتحها مع جي تكس. الدبلومات زي ما احنا قلنا بتصنف مينلي تو كاتيجوري. اول حاجه الدبلومه التاهيليه اللي هي حاليا بنتكلم عليها، هي البايب لاين فاندمنتالز او البايب لاين بايبنج فاندمنتالز او كواليفيكيشن دبلومه وات ايفر، يعني هو ده الاسم بتاعها، اللي هو البيزس او الاسينشال نولج بتاعتها. او الدبلومات بقى الاحترافيه زي ما وضحت، الكودز والستاندردز سواء ازمي بي 3.3 سكشن 8 ديفيجن 1 سيزر 2 البلانت لي اوت، دي الدبلومات الاحترافيه. وطبعا انا بانسيست دايما ان ما حدش يدخل اي دبلومه احترافيه غير لما يكون واخد الدوله التاهيليه او على الاقل 6 سنين خبره، 5 سنين خبره، ولكن يعني تكون 5 سنين خبره بالفعل الحقيقيه، يعني يكون فاهم كويس قوي، والا مش هيعرف ممكن يجتاز الدبلومه لو دخل فيه. وانا بحاول اضمن ده، يعني ما يبقاش حد اي حد ما يعديش من الدبلومه غير لما يكون فاهم المينيمم ريكويرمنتس بتاعتها. حق المتدرب التقدم لاي من الدبلومات الاحترافيه بعد اجتياز الدبلومه التاليه، خلاف ذلك يكون اجتياز الامتحان ومدى التحصيل والاستيعاب على مسؤوليته الشخصيه وبناء على عدد سنوات الخبره. ماشي، تقدم الدبلومات بنظام الساعات الدراسيه المعتمده وتقسم ما بين المحاضرات والامتحانات والتمارين. دلوقتي الدبلومه دي 60 ساعه. اوكي، هتلاقي ال 60 ساعه دول بنظام الكريديت اورز. يعني بمعنى ايه؟ انت حضرتك دلوقتي هيكون الشهاده بتاعتك 60 ساعه. طب هل انت هتاخد 60 ساعه كمحاضرات؟ هتكون مقسمه بين المحاضرات حوالي 80% محاضرات، والباقي هيكون فيه تمارين اكسرسايز شيتس هتتقدم في نهايه كل مستوى، وامتحان فاينل لدبلومه. اوكي؟ هيكون مالتيبل تشويس. تمام. حق المدرب بعد اجتياز زي من الدبلومات الاحترافيه الانضمام للعضويه، بنعمل زي كوميونتي اسمه الهوب كوميونتي، يعني في تبادل الخبره وتبادل للايه للمعلومات لكل الناس اللي اجتازوا البروفيشنال. وبصراحه ما شاء الله دلوقتي عندنا كوميونتي كبير. يعني الكورس ده في زي في شهاده اتندنس دي انت تاخدها لو انت يعني انت ممكن ما تهتمش وتاخد ما تاخدش الامتحانات او هتبقى مجرد مستمع تاخد اتندنس سيرتيفيكت. لكن لو انت طبعا عايز سيرتيفاي يعني تاخد الاكريديشن بتاعك، تاخد الختم اللي هختم لك عليه، لازم يكون في بيزس. البيزس اول حاجه اللي انت تسجل في 3 مستويات، لان الدبلومه عباره عن 3 مستويات، لكن لو خدت مستوى واحد هتاخد شهاده بالمستوى بتاعك. اوكي، الا تقل نسبه الحضور عن 50%. ممكن الاونلاين هيميل لي الحاجات دي الفيزيكال، الاونلاين ميل لي تقدر تسمعها في اي وقت، فده ممكن الشرط ده بالنسبه لكم هسكيبه، لان انت بعد ما بخلص المحاضره بتسجل وبتترفع لك على البروفايل بتاعك، ممكن تسمعها في اي وقت، مش محتاج يعني مش لازم تحضر وقتها يعني. ولكن طبعا هايلي ريكومندد ان حضرتك تحضر، لان انت مش جاي دافع فلوس واخد من وقتك علشان ما مجرد تسمع المحاضره. المحاضره دي انتر اكتف، يعني بشرحها بنفسي، وبالتالي انت اهم حاجه، اهم من المحاضره نفسها، ان انت تركز فيها، ولو محتاج سؤال تساله. انت بتتعلم حرفيا من الاسئله مش من المحاضره ولا من الكتاب. فياريت يكون في اهتمام بالمحاضره وانك تبقى تحضر المحاضره بنفسك وانك تسال. والحاجه اللي مش اي نقطه مش فاهمها، فتره الاسئله اسال. ده اللي هيخليك تفهم وتبقى مهندس بروفيشنال. ما سالتش معناه ان في مشكله او انت ما شاء الله عليك. تمام. الاداء الاختبار النهائي لكل مستوى على الا يقل لازم تجتاز الفاينل اكزام بتاعنا، اللي هو هيكون في نهايه المستوى الثالث بعد ما تقدم الاكسرسايز شيت الريليتد بالمستوى الثالث. وده يعني لو انت
متابع ب 50%، 50 60% هتقدر تلتزم الامتحان، مش بسهوله بصراحه، لان هو مالتيبل تشويس. هتلاقيه بيتكلم عن البيزكس بصراحه، يعني اللي هي الحاجات اللي لازم تكون عارفها لو انت اوريدي واخد الفاندمنتالز. فما ينفعش مهندس بايبنج مش هيكون عارف الاسئله دي. فالاسئله بالفعل مش صعبه، سهله يعني للي متابع فقط. اوكي، هتلاقي نفسك يعني، انا عندي والله ناس بتقفل الامتحان حرفيا، ومحدش بيقل يعني، حتى الان مفيش حد قل عن 65%. اوكي، فمحدش يقلق من الموضوع ده. اوكي، طبعا بقى انت هيكون في اكسرسايز شيتس، وهيكون في الملتيبل تشويز اكزام اللي في الاخر، وهيكون في سكور في الاخر، هيكون ليك شيت وسكور شيت، بيتم اعلان النتيجه طبعا في الاخر على كل اكسرسايز شيت بحضرتك انا برفعه لك في نهايه المستوى الثاني، وحضرتك بتحله وتبعته لي على الايميل، وهيكون ليه عليه سكور، لكل مستوى عليه سكور، وطبعا في الفاينل هيكون عليه سكور. فطبعا هيبقى فيه زي ايه سبمشن، يعني تجميع بتاعت السكور. هتلاقي في بونص كمان، بونص انت تلاقي نفسك الموضوع سهل مش صعب. اهم حاجه انا كل ده بحاول اضمن، احنا مش في الجامعه هنا، حاول اضمن بس ان انت تبقى عندك المينيمم نوليدج، ما تخرجش من ما تاخدش الشهاده دي غير لما تكون الشهاده بتعني المكتوب عليها. يعني يتم رفع الامتحان، قواعد بقى الامتحان والتمارين، يتم رفع الامتحان وشيت التمارين في نهايه كل مستوى، فعلى الطلاب اداء الامتحان في موعد اقصى 10 ايام من تاريخ رفعه. لو عندك ظروف خاصه ساعتها حضرتك بتكلمني، بس بالفعل يعني ممكن تتكرر مره، لكن مش هتتكرر اكتر من مره. فحضرتك برفع لك الاكسرسايز شيت في نهايه الليفل، احنا عندنا 3 ليفلات، حضرتك بتحله، وارجو ان هو يتحل سوفت، يعني تحله بايديك، يعني مش يعني في ناس بتبعته سكان او بتكتبه، بتنطبعه وتكتبه، طبعا ماشي مش هقول لا، لو هي الامور صعبه عليه ان هو يكتب على اللابتوب بتاعه، لان انت انا يعني المفروض اكسرسايز شيت ان انت بتحله بتفتح معاك الريفرنس، بتفتح معاك الكتاب، تفتح معاك المحاضره، فانت المفروض بتروح تدور على المعلومه. فحتى لو هتاخدها كوبي بيست، بس تبقى عرفت ان المعلومه دي وتقراها. اوكي؟ فيا ريت تحل الامتحان على الاكسرسايز شيت نفسه، على الوورد فايل اللي انا هبعته لك. قلبته بي دي اف، اوكي، هيكون افضل بكتير. سبت وورد فايل مش مشكله. وهوضح لكم في نهايه الليفل ازاي تحلو يعني. ماشي؟ تم رفع الشيت والامتحان لكل مستوى في خلال يومين بعد اخر محاضره من المستوى، بحط ديو ديت، والديو ديت بيكون عليه بونص، اكتر من كده بتفقد البونص، اللي هو في الغالب بيكون 10 ايام للاكسرسايز شيت واسبوعين للامتحان. قواعد عامه في احتساب الدرجات لا تعتمد درجات الشيت اذ لم يتم الامتحان الخاص به. يعني انت يعني انا مش يعني لازم تخش الامتحان، امتحان مهم جدا جدا، لان هو مش هيبقى اوبن بوك، او مش هتلاقي وقت ان هو يكون اوبن بوك يعني. فبالتالي لازم تحل الشيتات، لان هتريحك قوي وانت بتحل الامتحان. ماشي، ما تسكبش اي شيت يعني. على كل طالب تسليم الشيت خلال اسبوعين. يتم تسجيل الوقت المحدد وعمل علشان دايما بلاقي ناس هو مينلي ما بيقفلش او بيخرجك، لا بس انا بعرف بالظبط عدد الترايلز اللي انت دخلتها والوقت اللي انت خدته، فيا ريت تاخدوا بالكم يعني. في بداية طبعا المحاضرة، خلال المحاضرة بقى شوية بعض المعلومات. يتم على كل طالب التأكد من وضوح الصوت والصورة وإعلام المحاضر بذلك قبل المحاضرة. ده اللي هو إيه، أول ما نبتدي، علشان لو في حد عنده مشكلة نقدر نحلها قبل بداية المحاضرة. أوكي؟ عشان ما حدش يفوت حاجة يعني. ودايما هتلاقيني قبل المحاضرة بهايلايت كده على الجروب ان ايه هتبتدي خلال دقايق، فانت تكون مجهز نفسك. اوكي، علشان ايه ما تفتكرش ان في مشكله عندك ومش سامع صوت ومش سامع صوره، وانا اساسا لسه ما دخلتش يعني. بيحصل كتير، فيا ريت تاخدوا بالكم ان انا هتلاقيني على الواتساب جروب بتاعنا بهايلايت ان المحاضره هتبدا خلال دقايق، فانت تبقى ايه جاهز مستني. تبقى بعديها ب5 دقايق بتلاقيني دخلت يعني. اغلاق المايك، انا جميع الطلبه اغلاق المايك حتى لا يحدث تشويش في المحاضره، مهم جدا المايك، وطبعا دلوقتي الفيديو، فالمايك والفيديو.
ويتم فتح باب الأسئلة بعد كل موضوع لمدة 10 دقايق، وطرح الأسئلة والتفاعل خلال المحاضرة هو أساسي. هو شوف حتى كده بقى من ساعتها، هو أساسي الأساسي لتحصيل الخبرات والمعلومات والميزة الأساسية من المحاضرات التفاعلية. أوكي، فهو ده الأساسي، إن أنت دايما عندك فرصة إنك تسأل، فلازم تحضر علشان مصلحتك، عشان تستفاد من خبرتي ونستفاد من بعض. يعني انا ساعات بيبقى في حاجات في الكونستراكشن انا بتعلمها من، والله في يعني ناس كبار جدا وبستفاد منهم، هي يعني ان اوت نوليدج. يعني حتى بيبقى في جروبس، انا صراحه خرجت يعني نقدر نقول دفعات حتى الان بيتبادلوا المعلومات وبيتبادلوا الخبرات على الجروب. عشان كده لازم كلنا نبقى عارفين بعض وكلنا عارفين تخصصات بعض زي ما احنا شفنا دلوقتي، علشان لو حد عنده اي مشكلة او اي موقف يقدر ايه يكلم زميله وايه ونستفاد من الخبرات، لان احنا قدامنا في ناس كبار وناس محترفين في شغلهم هنا، فمحتاجين ان احنا ايه مش مجرد ان احنا نبقى ليميتد على خبرات المحاضر او المعلومات اللي عندنا. يتم عرض الاسئلة من خلال صفحة المحادثات فقط عشان التشويش، وعلشان يبقى فيه تنظيم وكنترول، او في الوقت طبعا المحدد بتاعها. طبعا يا ريت تعذروني، لا ما ينفعش يعني هي من اللي الكلام ده موجه لاي نون انجينير، التكنيشنز الفورمانز، ساعات بيكشير بيقولي بعد المحاضره يقولوا لي على مشكله اللغه. والله هي للاسف في مصطلحات لا يمكن ترجمتها او صعب جدا جدا ترجمتها، ومن الانجينيرنج بشكل عام هي بالانجليزي. انا هتكلم في، هيبقى في بعض الاحيان يعني هو انا بحاول على قد ما اقدر اتكلم بالعربي، بس هتلاقيه في مصطلحات كتير جدا وجمل لازم تتقال بالانجليزي، فيا ريت تعذروني لو حد مش عارف ترجمتها يكلمني، لكن صعب ان انا هيبقى كله بالعربي، اولموست مستحيل يعني. تمام، في حد عنده اي اسئله ريليتد ب الانستراكشنز بتاعت المحاضرة أو الامتحان أو الموضوع بشكل عام قبل ما نبتدي في أو نقدر نقول عليها أول إيه أول اورينتيشن يعني؟ المهندس وليد بيسأل على الامتحان بيكون ازاي. اوكي بص يا باشمهندس، الامتحان بيكون مالتيبل تشويس. بص لا، احنا زي ما وضحت بيكون في عندنا اكسرسايز شيت، وده بيكون اوبن بوك، بيكون اسئله. الاسئله دي بتبقى زي ما احنا قلنا على كل مستوى الاكسرسايز شيت، يعني احنا هتبقى عندك 3 اكسرسايز شيت و3 امتحانات لكل بعد كل ليفل. اوكي، والليفل حوالي خمس، الليفل حوالي 5 محاضرات، ساعات ممكن يبقى 6 يعني على حسب لو ايه، لو المحاضره بتبقى طويله، في بعض المحاضرات طويله جدا مني، وساعات يعني حصلت مره او مرتين بتبقى دفعات بتسال، يعني بيبقى ناس كتير ويسالوا اسئله كتير، وطبعا الاسئله دي اهم حاجه، فعشان كده يعني بتطول. نورمالي يعني مش هستبق بس الاحداث، نورمالي بتبقى 5 محاضرات. بعد كل 5 محاضرات حضرتك بيجي بيترفع لك الاكسرسايز شيت، بتحله اوبن بوك. ده مينلي علشان اعرفك مكان المعلومه، وعلشان اخليك تراجع على الايه الاهم، الاسئله اللي جت في المستوى الاول. انا مينلي دايما بحاول اضمن ان انت تطلع بمعلومه تفضل ثابته معاك طول عمرك، لان مينلي البايب انجينيرنج متشعب ومفيد ورهيب بصراحه، فعلشان كده انا عايزك تفضل معاك معلومات ثابته، وهي طبيعه الانسان كده، انما العلم بالتعلم، لازم تتذاكر وتقعد تراجع علشان تفضل اللي المعلومات ثابته في دماغك. مجرد انك تسمعها كده وخلاص هتطلع من المحاضره زي ما هتخرج منها، وهتطلع من الدبلومه زي ما هتخرج منها. فهتلاقي الاكسرسايز شيت اوبن بوك. الامتحان بقى مالتيبل تشويس، حضرتك هتخش في لينك هيتضاف بعديها بعد اخر بعد المحاضره الخامسه في المستوى بتاعها، يعني 5 5 5 بعد المحاضره الخامسه في كل مستوى بيترفع الامتحان في خلال يوم او يومين، بيتم اعلامكم من خلال فريق الاي تي بان الامتحان اترفع، وبعد كده حضرتك بتخش تفتح اللينك وتلاقي الاسئله قدامك.
اوكي، بيبقى ليها تايم محدد، ديوريشن محدد. اوكي، انت حضرتك هتخش تحل، اوكي، وبتختار الاجابه الصحيحه. هم اربع، دايما سؤال واربع اختيارات، فانت وبيزكس جدا يعني، الموضوع سهل للغايه لو انت بس يعني. وهتلاقيني زي ما قلت برضو، ما تخشش الامتحان الا لما تخلص اكسس شيت. اول ما تخلص اكسس شيت عايز تخش الامتحان، خش، بس اتاكد ان ما فيش تقطيع عندك في الشبكه، علشان انا بيبني عدد المرات، عدد الترايلز اللي انت دخلتها، وعدد وقد ايه خدت في كل ترايلز. فانت يا ريت تاخد بالك، لان انا بخصم درجات لو انت خدت اكتر من الوقت او دخلت اكتر من مره. والله لو حصل لك ظروف تيجي كلمني وانا ايه هراعي ده، بس علشان يبقى في ايكوال بيزس يعني. لان دايما التوب اوف كلاس او اللي هياخد يعني، دايما ملي كل يعني، كل الناس اللي بتجتاز الدبلومه دي بيبقى ليهم خصم حوالي 20 او 25 20% على الدبلومات التانية. التوب اوف كلاس يعني اللي هو بيجيب اعلى سكور بيكون ليه اكسبشن ديسكاونت مخصوص ليه، فطبعا علشان يبقى فيه ايكوال بيزس يعني. وفي الاول والاخر ده عشان انت تستفاد بيه. فانت حضرتك هتخش هتلاقي الامتحان، تختار الاجابات، والموضوع سهل مش صعب اطلاقا، بس عشان يثبت انك الاساسيات دي، لان ما ينفعش تعدي الدبلومه دي وانا اديك الاثوريتي بتاعتي واختار لك على الشهاده وانت مش عارف الاساسيات دي. فهتلاقي الموضوع بسيط جدا وسهل يعني، اختيارات مجرد اختيارات يعني. اوكي، بعض المستحضرات ممكن ارسل بعض المستحضرات، ماشي، وكلوزد بوك، ماشي. ممكن اعرف الكورس ده، مهندس طارق، الكورس ده هيتشرح في انهي جزء من الست مستويات اللي هم ثلاث اساسيات ولا هيتشرح فيهم كلهم؟ لا، الدبلومه دي هي الفاندمنتالز، او اللي هي اول واحده في الـ في الـ اللي هي دي يا استاذ باشمهندس. لحظة واحدة عشان نوضح ان الامور ايه، مش واضحة اوي. نجيب الفايل، بص يا باشمهندس، ده اللي احنا كنا اتكلمنا عليه من شوية. هو الدبلومة دي اول دبلومة، دبلومة الاسئلة، دبلومة التأهيلية في هندسة الانابيب، اوكي، اللي هي رقم واحد. الثانيه دي بتاعت الكودز والستاندرز، اوكي، اللي هي دي اول واحده، والكودز والستاندرز ثاني واحده، والاي بي اي فولفز دي اللي هي الايزوتوبين فولفز يعني.